بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم إن شاء الله نحو بعنوان جمع التكسير. جمع التكسير يعني إيه جمع تكسير؟ إحنا درسنا أنواع الجموع ثلاث. ها، من يتذكر؟ جمع المذكر السالم، وقلنا هو اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، يعني اسم ويكون يدل على جمع المذكر وطبعا نهايته بعرفه واو ونون أو ياء ونون. إذا نحيت أو شلت الواو ونون أو الياء ونون يديني المفرد بتاعه، زي ما خدت كلمة معلمون. لو انا بصيت للكلمه اللي قدامي دي اسم بتدل على الجمع، معلمون كتار، تمام، نهايتها واو ونون، ايوه، لو شلت الواو والنون دي تديني المفرد، مفرد معلمون، معلم. ده اول جمع اللي هو جمع المذكر السالم. طيب تاني جمع ذكرناه هو جمع المؤنث السالم، وقلنا ده لازم يكون اسم يدل على اثنتين بزياده بعرفه في نهايته الف وتاء، وإذا شلت الألف والتاء دي يديني المفرد بعد إضافة تاء مربوطة، زي كلمة طالبات. لو أنا بصيت لكلمة طالبات دي جمع اسم وجمع. طيب لو شلت الألف والتاء، تمام، طيب وحطيت التاء مربوطة يبقى طالبة. ثم تعرفنا على إعراب جمع المذكر السالم، وقلنا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يعني لما بقول مرفوع بقول مرفوع وعلامة رفعه الواو بدل الضمة في المفرد. طيب ولما أقول منصوب أو مجرور بيبقى مجرور أو منصوب وعلامة نصبه أو جره الياء. ثم جمع المؤنث السالم قلنا يرفع بالضمة زي المفرد ويجر بالكسرة زي المفرد، لكن الاختلاف في النصب، ينصب وعلامة نصبه الكسرة، ده جمع المؤنث السالم. طيب لو أنا قلت لك كلمة، اجمع لي كلمة طالب، عايز جمع كلمة طالب، هتقول لي إيه؟ الجمع بتاعها طلاب، تمام. طيب كلمة طلاب دي هل هي مفرد؟ هتقول لي لا، ما ينفعش اقول عليها مفرد لانها بتدل على طلاب كتير، تمام. طيب ينفع اقول عليها مثنى؟ لا، لان ما فيهاش الف ونون ومش بتدل على اثنين، وطبعا هنا ده جمع، يبقى ما تنفعش معايا مثنى. يبقى اقول عليها جمع مذكر سالم. هتقول لي مش هينفع، ليه؟ جمع المذكر السالم نهايته واو ونون او ياء ونون، واسم بيدل على الجمع، كلمة طلاب اسم وجمع، لكن مش نهايتها واو ونون أو ياء ونون، يبقى ما تنفعش معايا جمع مذكر سالم، مش نافعة. طيب، تبقى ممكن تكون جمع مؤنث سالم، هتقولي تعالى نشوفها، نهايتها ألف وتاء؟ لا، يبقى مش نهايتها ألف وتاء، يبقى ما تنفعش جمع مؤنث سالم، أمال دي إيه؟ لا هي مفرد ولا هي مثنى ولا هي جمع مذكر سالم ولا هي جمع مؤنث سالم، تنفع ايه؟ هو ده جمع التكسير. وكلمة تكسير يعني تغيير. يعني ايه تكسير؟ انا لو مسكت القلم ده وكسرته هيحصل فيه تغيير. تغيير ازاي؟ يعني الكلمة من المفرد للجمع ما سلمتش زي جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم، لا، حصل فيها تغيير. التغيير ده عبارة عن ايه؟ زيادة حروف او نقص حروف او تقديم حروف او تأخير حروف، عشان كده سموه جمع تكسير او جمع تغيير، يعني بيحصل تغيير من المفرد للجمع. لو انا قلت لك كلمة معلم، اجمع حالي جمع مذكر سالم، هتقول لي معلمون. طيب رجع حالي تاني للمفرد هتبقى معلم، ما حصلش اي شيء، ما حصلش اي اختلاف. انما انا لو بصيت لكلمه طالب حصل فيه اختلاف، هنا طاء الف وهنا لم الف، حصل فيه لخفنه او اختلاف في طبعا الحروف، في تقديم، في تاخير، في. طيب انا طلعه ازاي من القطعه؟ جاني في الامتحان وقال لي استخرج جمع تكسير، هطلع اسم وجمع
وما يكونش نهايته واو ونون ولا الف ونون ولا ياء ونون ولا اي ولا الف وتاء، ما يكونش جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. زي ايه؟ زي كلمه مثلا شارع، شوارع، هل هي جمع تكسير؟ طيب نشوف مع بعض، هل هي جمع تكسير؟ كلمه شوارع اسم وجمع، تمام، بتدل على شوارع كتير، نهايتها الف ونون، نهايتها واو ونون، نهايتها ياء ونون، نهايتها الف وتاء، لا يبقى دي جمع تكسير. إذن من خلال معرفتنا الجمع التكسير نقول هو اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، تمام، مع تغيير صورة مفرده، يعني بيدل على أكثر من اثنين زي جمع المذكر السالم، وبيدل على أكثر من اثنتين زي جمع المؤنث السالم، ولكن بيتغير صورة المفرد. طيب أنا أعرفه إزاي ما بينه وما بين جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هتعرفه نهايته أو نون أو ياء ونون، جمع المذكر السالم للعاقل، هنا جمع المؤنث السالم نهايته ألف وتاء وللعاقل، إنما جمع التكسير طبعا ملوش نهاية وبيحصل تغيير في الحروف بتاعته. يبقى سهل جدا لما يجي يقول لي استخرج من القطعة جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. جمع التكسير أطلع اسم وبيدل على الجمع وما يكونش جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، تمام. طيب انا سهل جدا ان انا اطلعه، اعربه ايه؟ يعني انا خدت جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، خدت جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه وينصب بالكسره ويجر بالكسره، جمع التكسير، قال لي جمع التكسير زيه زي المفرد بالظبط، يرفع وعلامة رفعه الضمة، تمام، ينصب وعلامة نصبه الفتحة، يجر وعلامة جره الكسرة. يبقى هنا لما يجيني شدلي خط تحت كلمة جمع تكسير أشوفها، لو مرفوعة تبقى مرفوعة بالضمة، لو منصوبة يبقى منصوبة بالفتحة، لو مجرورة تجر بالكسرة. ناخد مثال على هذا الكلام، بيقول لي كتب الطالب الدرس. لو أنا بصيت للكلمة اللي قدامي دي جملة فعلية بدأت بفعل كتب، تمام، طيب كتب فعل إيه؟ ماض، تمام، الطالب هو اللي كتب، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كتب ماذا؟ الدرس، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. هتقول لي دي مفرد، كلمة الطالب مفرد وكلمة الدرس مفرد، عشان كده عربناها بالعلامات العادية. طيب نيجي نخلي كلمة الطالب جمع تكسير، هنقول كتب الطلاب الدرس. يلا نعرب الجملة مع بعض، زي المفرد بالظبط، كتب فعل ماض، تمام، الطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه، قلنا جمع تكسير، عرفنا ازاي ان دي جمع تكسير، اسم بيدل على الجمع، طبعا ما ينفعش جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، يبقى جمع تكسير يرفع بايه؟ اللي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. يبقى انا عندي هنا علامة الاعراب زي المفرد بالظبط، ثم ماذا؟ الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ده بالنسبة لجمع تكسير، سهل جدا ان انا استخرجه من القطعة، سهل جدا في الاعراب بتاعه لانه اعرابه نفس اعراب المفرد، نفس اعراب المفرد، تمام. ما ننساش مع بعض الواجب، حل رقم 1 صفحة 42، حل رقم 1 صفحة 42، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.